أحب نعاود وأن البلاد الآن في وضع يستدعي الخروج من الأزمة بدون تأخير، وأنا نعتقد وأن نجم نخرج منها الأزمة هذه إذا كانت تتوفر معناها الشروط تاع كيف ما مثلا في الحوار اللي يقع مع شي راجل غنوش. أنا نعتقد لو كان يعني الطروحات اللي موجودة الآن يعني نوصلوا عليها نجم نخرجوا البلاد من عنق الزجاجة، لأن هذا هو المطلوب. يعني والناس تنظر لنا أنا لازم نخموا كما قلت لك على تونس وعلى الشعب التونسي وعلى الصغار وعلى حلال المكتب وعلى غلو المعيشة وعلى الفقر وعلى البطالة، هذا كله ما يجمش يستنى. الناس قاعدين معناها يتفرجوا معناها هاي غدوة هاي بعد غدوة إلى متى هذه الأمور هذه؟ وأنا واحد من الناس لو كان مثلا ماشي أمور ملحة ما ندخلش في الأمور هذه، وأنا خذيت مسؤوليتي لأني نعتقد وأن من واجبنا باش نخدموا البلاد نتاعنا وما نبداوش نقطعوا في حسابات ضيقة. أنا الأمور الجزئية وكذا ما نحبش ندخل فيها، نقول لا بد باش نخرجوا ونجموا نخرجوا، ونعتقد إذا كانت تصفى النية وإذا كان معناها الناس كل تمد يدها لبعضها يعني نخرجوا. يعني كما قال المولى سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا شنو هو المطلوب؟ يلزم الوحدة الوطنية ويلزم المصالحة الوطنية. وخاصة بين الريوس بين ظفرين بين الناس كلها، الريوس ما ياكلوش القائدة والشيوخ ما ياكلوش، والحمد لله اللي فما شيوخ.